النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الفالنسي شيل الكترون بير بارشن او اسمها فيس بارسيفن. بيقولك ايه؟ انت دلوقتي عايز تعرف الشيب بتاع المولوكيولز، عايز تعرف ايه الشيب بتاع المولوكيولز، شكل المولوكيولز ايه. شكل المولوكيولز ده بيختلف بناء على حاجتين، الفري ها والبوندد الكترون بير، يعني في الكترونز دخلت في تكوين البوندز بسميها bonded electron pairs، وفي electrons ما دخلتش في تكوين البوندز اسمها free electrons او في electron pairs، اللي هي بتكون موجودة في الاوربيتال اللي موجودة على السنتر اتوم. يعني اي مولكيول في سنتر اتوم وطلع منه اتومز، الاتومز دي عاملة بوند مع السنتر اتوم، وفي ممكن في السنتر اتوم دي في الكترون ما دخلتش في تكوين البوندز. تمام، اللي بيحدد الشيب الحاجتين دول، الفري ها الكترون بيرز والبوندد الكترون بيرز. فهمني الكلام ده؟ اللي موجود على السنتر اتوم، الذره المركزيه. فهمني الكلام ده؟ بناء على ذلك الفيسبر ثيوري دي، النظريه دي بتقول ايه؟ ان الالكترون بيرز اللي هو مين الالكترون بيرز، اما الفري او البوندد ها، ار ديستريبيوتد، يعني تتوزع ان ذا سبيس، تتوزع في الفراغ، تتوزع في السبيس ها حوالين السنتر اتوم، حوالين السنتر اتوم، بحيث الريبارشن فورس بينهم يكون اقل حاجه. طب وليه؟ علشان يكون المولكيول ده ستيبل. فهمني الكلام ده؟ يبقى اذا مين اللي بيحدد لك الشيب بتاع المولكيول؟ ها الفري ها الكترون بير، سواء فري يعني ما دخلش في تكوين بوند او البوندد، ودول بيتوزعوا في السبيس في الفراغ، هو اللي بيحدد الشيب بتاع المولكيول. بيتوزعوا ازاي؟ بيتوزعوا بحيث الريبارشن فورس بينهم، بين الفري الكترون بير او البوندد الكترون بيرز ده، يكون مينيمم، بحيث يبقى المولكيول ستيبل. طيب الكلام ده هنعمله ايه؟ فمثلا يبقى اي مولكيول هنكتبه كده، هناخد السنتر اتوم اللي هي A، وهناخد حضرتك البوندد بير اللي هو X، وهناخد حاجه ثانيه الالكترون لون بير اللي هو E. فهمني الكلام ده؟ يبقى دي السنتر اتوم، دي الاتوم الاكس دي اللي هي الاتوم بوندد تو ذا سنتر اتوم، اسمها ايه دي؟ اسمها البوندد ها البوندد البوندد البيرز، يعني الاتوم اللي مرتبطه مع السنتر ببوند، مش صح؟ الان دي عددها، عدد البوند اللي حوالين السنتر اتوم، عدد البوند بير اللي هو الازواج الالكترونات اللي عملت بوند. طيب الاي الالكترون بيرز، الام دي عدد الايه الالكترون بيرز، ها الالكترونز بيرزيه اللي ما دخلتش في تكوين البوندز. طب ناخد اكزامبل اكزامبل، خلي بالك معايا، كل واحده ليها شيب. طبعا اللي هيحدد الشيب الشكل ده. طب هناخد اشكال كتير، ممكن نمسك واحده واحده. نيجي اكزامبل بي اف 2. طب ازاي نكتب اللويس بتاع بي اف 2؟ فاكر اللويس ازاي نكتب؟ ازاي اللي بيدخل في تكوين البوند مين؟ الالكترون بتاعت اخر شيل. بص لي هنا معايا، هنكتبها ازاي؟ البي ده بريليوم، اخر شيل فيه 2 الكترون، تمام. الفلورين اخر شيل فيه 7، يبقى هما 7 و7 14، مش كده صح؟ 14 و2 الكترون في البريليوم، عشان اخر شيل يبقى كام؟ 16، يبقى اخر ليفل 16. هنعمل ازاي؟ هي بي اي اف 2، هنكتب هنا بص كده بي اي. فهمني الكلام ده؟ هنكتب بي اي، مش كده صح؟ وهنا اف، الاف ادي اف ها، مش كده صح؟ وادي هنا اف، تمام. خلي بالك معايا، هنعمل بوند من هنا وبوند من هنا، البوند دي والبوند دي، دي فيها 2 الكترونز ودي 2 الكترونز، يبقى كده كام؟ 4. انا قلت لك فيهم كام الكترون كلهم اللي حوالين الفالنس شيل، الفالنس شيل بتاع البي اي اف 2، الفلورين ب 7 و7 يبقى 14 و2 يبقى 16، تمام. خدت من ال 16 دول كام؟ 4، هنا 2 وهنا 2، يبقى قاعدين 12. طيب 12 نعمل ايه؟
هنحط هنا 6. ليه حطيت هنا 6 الكترون حوالين ده؟ ليه حطيت 6؟ عشان يوصلوها ل 8. عشان بص كده، ما هنا 2 وادي 6 8، وهنحط هنا 6. تمام، 6 ادي 6 ادي 6 اهو، ما 6 الكترون مش صح، ادي 6 الكترون مش صح، يبقى دي 6 و2 دي 8. تمام، ادي هنا 6 و6 يبقى 12، وهنا 2 و2 هنا يبقى كده 4، 4 و2 يبقى كام؟ 16. يبقى كده ادي لويس ستراكشر. هتقول لي دي ما وصلتش ل 8، مش مشكلتي دلوقتي، لكن كده بقت لويس ستراكشر. تمام، حضرتك هنا ده طبعا فين السنتر اتوم اللي بي اي؟ هنديها اي، ادي اي، فاهمني الكلام ده؟ طيب عملت كام بونت؟ عملت 2 اف و اف، يبقى اكس 2، اكس 2 يبقى اي سنتر اتوم في كام بوند بير؟ 2، يبقى اكس 2 مش صح؟ تمام، طب كام في السنتر اتوم في بير اوف الكترون او بير اوف الكترونز او فري الكترون بيرز؟ ها مفيش الكترون بيرز على البي اي، يبقى زيرو. يبقى البوندد ها 2 والفري زيرو، يبقى مجموعهم بكام؟ ب 2. لو مجموع الالكترون بير سواء فري او بوندد ب 2، يبقى الشيب ده هيكون ايه؟ لينير. الشيب بتاع المولكيول ستيريو ستراكشر، الشيب بتاع المولكيول اسمه لينير مش صح؟ ترتيب الالكترون بير اللون والبوندد بير لينير برضو، ترتيب الالكترون بير ها هنا برضو هنا هيكون ايه؟ لينير. الارينج بتاعت الالكترون بير، لو قال لك الارينج بتاعت الالكترون بير والبوند بير هيكون لينير، يبقى الشيب بتاع المولكيول ايه؟ لينير. يبقى لما يكون المولكيول عندك ها الافريشن يعني اختصار المولكيول دوت بي اف 2 اكس اي 2، يبقى الشيب بتاع المولكيول لينير، والارينجمنت بتاعت الالكترون بير اللي هو اللون بير والبوند بير هيكون لينير. فهمتني؟ طب انذر اكزامبل، لو انا عندي بي اف 3، تعال نعمل لويس بتاع بي اف 3. بي بص انا هعملها لك هنا، بي البورون، البورون ده في جروب 3A يعني اخر شيل فيه 3 الكترون. تمام، الفلورين 7A اخر شيل فيه 7، هما 7 مش كده؟ مش 7، 7 في 3 يبقى ب 21، 21 و3 في البورون حوالين البورون اخر يبقى كام؟ 24. يبقى انت عايز اخر شيل 24. طب نعملها ازاي؟ هنرسمها كده، بص كده ادي البورون، بص كده ادي البورون ها، وهنحط هنا اف، بص كده ادي اف ها وادي اف ها وادي اف مش كده صح؟ ادي اف. لا ال 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 الحد الادنى بينهم هيكون في بوند، وهنا بوند وهنا بوند مش صح؟ كل بوند فيها 2 الكترونز. طب 2 الكترونز وادي 2 وادي 2 يبقى 6، 6 من 24 يبقى قاعدين 18. هنوزعهم ازاي ال 18؟ هنخلي حوالين الفلورين 6. ليه 6؟ ليه 6 الكترون حوالين الفلورين؟ هقول لك ليه. هنحط هنا 6، ليه 6؟ عشان 6 هنا و2 هنا يبقى 8، وهنحط هنا حوالين الفلورين 6 اهم، ادي ال 6 بتوعتي مش صح؟ ادي ال 6 بتوعتي، 6 وادي 2 يبقى 8، وهنا هنحط هنا ال 6 بتوعتي. فهمت كام ده؟ ادي ال 6 دول كده، فهمت كام ده؟ وادي يبقى هنا 8، بيجي ده 8. هنا الفلورين البورم وصل ل 6 مش مشكله عندي، لكن المهم كده ده لويس ستراكشر بتاعي. تمام، لما تلقى انت هنا مين السنتر؟ بي، يبقى هنحط A. فاهمني كام ده؟ حلو قوي، السنتر هنا A B، البي هنحط هنا A مش صح؟ طب كام بوندد ها؟ كام بوندد ها؟ بير في 3، ادي 3 بوندد بير. على السنتر في بير اوف الكترونز، يعني في فري الكترون بير، في فري الكترون بير؟ قال لي مفيش، مفيش هنا، مفيش الكترونات ما دخلتش، كله هنا دخل. يبقى هنا كام هنا؟ زيرو. يبقى المجموع هنا 3. لما يكون المجموع 3 يبقى الشيب بتاع المولكيول بلين تريانجل. طب وترتيب اللون بير، ترتيب الالكترون بير ها اللي هو ايه؟ الفري، فري الكترون بير والبوندد الكترون بير ها، هو الفري يعني اللون بير ها، اللون بير اوف الكترون ها، اللون بير اوف الكترون او البوندد الكترون بير برضه هتكون ايه؟ بلين تريانجل. يبقى لو كان الشيب هنا لينير يبقى الارينج برضه لينير، لو هنا الشيب بلين تريانجل يبقى هنا برضو الارينج بتاعت الالكترون بيرز سواء بوندد او ايه او فري الكترون بير برضو بلين تريانجل. فهمتني؟ طب ناخد واحده تاني، ناخد واحده تاني، يبقى ده نيجي واحده تاني. بيقول لك هنا نيجي هنا مثلا حاجه تاني، يبقى هنا لو كان السنتر A حواليها اكس 2 يبقى لينير. طب A حواليها اكس 3، اكس 3 ها يبقى الار اكس 3، يبقى الارينجمنت بتاعت البوند بير واللون بير او الارينج بتاع الفري الكترون بير والبوند بير هيكون ايه؟ بلين تريانجل زي كده.
طب لو انا عملت مثلا اس او 2، ازاي اس او 2 نرسمها؟ بص لي ازاي اس او 2 نرسمها، خلي بالك معاك ازاي اس او 2 نرسمها. ها ناخد اس او 2 ازاي نرسمها. اس الاس ده في جروب 6 ايه، تمام، حواليها كام؟ 6 الكترون، والاو ب 6، يبقى الاو ب 6 وهنا او 2 يبقى 6 و6 والاس برضه ب 6، يبقى كام هنا؟ 18. هنرسمها ازاي؟ ادي الاس مش صح، وهنا بص كمان ادي الاو، ها وادي الاو، تمام. خلي بالك معايا، هنحط بوند هنا وبوند هنا، تمام. احنا قلنا كام هنا؟ كلهم كام هنا؟ حوالين كلهم كام؟ ما احنا قلنا 18 الكترونز. هنا دي 2 و2 يبقى 4، 4 من 18 يبقى قاعدين 14، مش قاعدين 14؟ هنحط حوالين الاكسجين كام؟ 6 الكترون. ليه 6 الكترون؟ عشان يوصل ل 8 مش صح؟ اه حطينا 6 الكترون، وهنحط حوالين الاكسجين ده كام هنا؟ 6 الكترون. ما انا برسم لويس، خلي بالك 6 الكترون مش صح؟ اه يبقى ده ادي كده 6، و6 هنا يبقى 12، وهنا 2 و2 يبقى 12 و4، 12 و4 يبقى 16 مش كده صح؟ 16. احنا عايزينهم كام؟ 18، يبقى قاعدين ايه؟ قاعدين 2 الكترون. احطهم على هنا السلفر، اه كده ادي السلفر. يبقى الشيب بتاعك هيكون ازاي؟ ادي اللويس ستراكشر بتاعت الاس او 2، فهمت كام ده؟ طبعا هنا الشيب الارينج، بص الارينج ازاي، بص الارينج ازاي، ادي السنتر اتوم اللي يمينه اس، طبعا نحط ايه؟ طبعا كام بوند بير هنا؟ كام بوند بير؟ 2، يبقى اكس 2. على السنتر اتوم في كام هنا فري بير اوف الكترون، يعني في كام زوج من الالكترونات ما دخلش بوندنج؟ واحد اللي هو اي، حطينا اي واحد. طب يبقى ايه حواليها كام مجموعهم؟ البوند بير الكترون بير سواء بوند او فري كام؟ 3. طبعا لو كان السنتر اتوم حواليها الالكترون بير ده ها 3، يبقى اذا الارينج بتاعت البوند بير ده اسمها بلينر ترينجل، خلي بالك بلينر مينا ترينجل. لكن لو كان السنتر اتوم حواليها كام هنا؟ ها الكترون بيرز 2، مع الالكترون بير سواء فري او بوند 2، يبقى لاينير. لو كان 3، لو كان 3 ها حوالين السنتر اتوم 3 سواء بوند بير او فري بيرز اوف الكترونز، يبقى بلينر ترينجل ده. لكن هنا الشيب بتاع المولوكيول ها لو لاينير يبقى الشيب بتاع المولوكيول لاينير، لو بلينر ترينجل هنا يبقى هنا بلينر ترينجل في الحاله دي. لكن لو كان في بير اوف الكترون ما دخلش في البوندنج يبقى اسمه انجلر، يعني زاوي، نوع باسمه كده اسمه انجلر، فهمت كده ده؟ يبقى الشيب بتاع المولوكيول ده اسمه ايه؟ انجلر، تمام. ناخد اكزامبل تاني. لو انا عندي سي اتش 4 ارسمها ازاي؟ ارسم لي اللويس بتاع سي اتش 4. ها السي ده حواليه كام الفالنس شيل؟ في 4 الكترون، والاتش 1 يبقى هنا في 4، وعندك الهيدروجين واحده في 1، عندك اربع هيدروجين يبقى في 4، يبقى مجموع الالكترون في الفالنس شيل كام؟ 8 مش كده صح؟ نرسمها ازاي؟ ادي سي ها وادي اتش، بص لي هنا معايا، ادي اتش وادي اتش مش كده صح؟ وادي اتش، خلي بالك هنا معايا وادي اتش، معلش هو الرسمه كده زي مرسوم خلاص تمام. هنا في بوند ها، وهنا في بوند ها، وهنا في بوند، وهنا في بوند، ادي 2 4 6 8 مجموعهم 8 خلاص خلص. مجموعهم كام هنا؟ في 4 حوالين البالانس شيل، والهيدروجين في واحده هنا، في 4 يبقى 4 4 4 هنا كام؟ 8. ادي هنا 2 4 6 8 كده خلص، وصل الاوكتيت رول هنا، فاهمني الكلام ده؟ ده هنا مين السنتر اتوم؟ السي، هنديها ايه؟ كام بوند هنا بير؟ كام بوند بير؟ 4 بوند بير، 4 ادي البوند بير هنا 4 مش كده صح؟ 4 بوند. طب كام فري الكترون بير؟ 0. الفري الكترون بير هنا كام هنا؟ بص 0 مش كده صح؟ يبقى مجموعهم بيساوي كام؟ 4. لما يكونوا 4 يبقى اذا الارينج بتاع البوند بير، ها الارينج بتاع البوند بير واللون بير، الارينج بتاعتهم تترا هيدرال، شكل هرم رباعي. ويا ريت لو انت انتظرت في الفصل حضرتك هتشوف الاشكال دي هوريها لك. فانت حضرتك شكل هنا هرم وبعد تترا هيدرال، فهمت الكلام ده؟ تترا هيدرال تمام، تترا هيدرال جميل جدا، حلو قوي. طيب هنا يبقى الشيب بتاع المولكيول برضه هيسميها تترا هيدرال، تترا هيدرون، يعني شكل هرم رباعي، فاهمني؟ شكل هرم دي من ورا بتبقى كده، فهمت الكلام ده؟ طب ناخد اكزامبل تاني، ناخد اكزامبل تاني، خلي بالك معايا اكزامبل تاني. يبقى انت لو كان A X 4 يعني كان مجموع البوند بير، ها خلي بالك معايا، ها بوند بير واللون بير فيها 4 هنا حوالين السنتر اتوم، يبقى الرينج بتاعت البوند بير اسمها تترا هيدرون. وهنا لو كان كلهم بوند بير يبقى اسمها تترا هيدرون، يعني هرم رباعي برضه. نيجي الامونيا، عايزين نرسم الامونيا حسب لويس، ها نرسمها ازاي حسب لويس؟ ناخد مثلا هنا
نرسمها حسب لوس. ها ارسم حسب لوس الامونيا ان. الان دي الفالنس شيل فيها كام؟ 5 الكترون، وعندك 3 هيدروجين، كل الفالنس شيل في هيدروجين 1، يبقى مجموع الفالنس الكترون كام هنا؟ 8. طب نرسمها ازاي؟ ادي النيتروجين مش صح، وهنا فيه هيدروجين، وهنا فيه هنا هيدروجين مش صح، ادي هيدروجين كده وهنا فيه هيدروجين مش صح كده. تمام، الاضعف الايمان هنحط منها اد بوند اد بوند اد بوند مش صح، دي 2 ها، ادي 4 ادي 6، عندك 6 الكترون، انت الفالنس شيل فيها كام؟ 8، يبقى قاعدين كام؟ 2. تروح حاططهم هنا، حاططهم هنا كده بالطريقه دي، تحط هنا 2 الكترون بالطريقه دي، فهمت الكلام ده؟ يبقى كده حوالين ده 8، وده الهيدروجين ب 2، وده هيدروجين ب 2، ده هيدروجين ب 2، دايما الهيدروجين اخر شيل عشان يوصل استابيليتي ستيت يبقى 2. تمام، ركز معايا، مين السنتر اتوم هنا؟ السنتر اتوم النيتروجين، ها؟ يبقى نحط هنا مين؟ A، السنتر اتوم النيتروجين هو A، مش كده صح؟ تمام، كام بوند بير هنا؟ كام بوند؟ 3، يبقى اكس 3. كام هنا الكترون بير؟ يعني زوج من الكترون دخلش اللي هو واحد بس، يبقى حطينا E، فاهمني الكلام ده؟ طيب يبقى ترتيب هنا، يبقى كام بوند بير وكام بير اوف الكترونز ما دخلش في البوندنج؟ 4، مجموعهم 4. ما دام مجموعهم 4 يبقى اذا ترتيب اللون بير، بص مثلا الارينج بتاعت الالكترون بير، اللون بير والبوند بير هيكون عباره عن تترا هيدرا مش كده صح؟ بس الشيب بتاع ممكن اسميه 3 بيس بيراميد، يعني شكل هرمها قاعدته مثلثه. بص ادي الهرم كده، ادي هرم القاعده بتاعته ايه؟ مثلثه كده، قاعده مثلثه كده، فهمت الكلام ده؟ ده شكله، شكل مولوكيول. يبقى انت لو كان، طب نكمل وبعد كده نشوف نلمه. طب لو انا عايز ارسم الووتر، ارسمها ازاي الووتر؟ عايزين نرسم مثلا الووتر حسب لويس، نرسمها ازاي الووتر حسب لويس؟ الاكسجين اخر ليفل فيه كام؟ 6، والهيدروجين 1، يبقى 1 و1 يبقى 2، وهنا 6 يبقى 8، يبقى مجموع الفالنس الكترون في الووتر كله 8، نرسمها ازاي؟ ادي الاو، ها؟ وادي هنا مين؟ الاتش، ادي الاتش، وهنا ادي الاتش، تمام الكلام ده؟ ادي الاو وادي الاتش والاتش، طبعا هنا نحط بوند وهنا نحط بوند، مش كده صح كده؟ ادي بوند وبوند، هنا 2 2، يبقى كام؟ 4، يبقى قاعدين 4، احطهم فين الفور؟ ما ينفعش ادي نحطهم عند الاوكسجين، ادي واحده هنا واحده هنا، وهنا ادي واحد تاني وواحد تاني، مش كده صح كده؟ يبقى هنا مين السنتر؟ الاوكسجين، الاوكسجين هو السنتر، مش كده صح؟ هنحطها ايه؟ كام بوند بير؟ 2، ادي اكس 2، كام هنا الكترون بيرز ما دخلش في البوندنج؟ 2، يبقى اي 2. يبقى مجموعهم كام؟ 4. طول ما مجموعهم 4 يبقى اذا الرينج بتاعت اللون بير والبوند بير اسمها تترا هيدرال. الشيب بتاعه اسمه انجلر، يعني زاوي، فهمت الكلام ده؟ هنا انجلر. يبقى انت هنا عايز اقول لك حاجه، لو السنتر اتوم، ها السنتر حواليها، ها الكترون بير سواء بوندد او فري 2، ها يبقى اسمها الرينج بتاعت الالكترون بير او اللي هي اللون والبوند لاينير. لو حوالين السنتر 3، ها يبقى الشيب الرينج بتاعت اللون بير والبوند بير، ها ها بين تريانجل. لو السنتر اتوم حواليها 4 4، مجموع البوند بير، ها والبوند بير واللون بير اوف الكترونز 4، يبقى اذا الرينج بتاعت المولوكيولز الرينج بتاعتهم هيكون بلينر، سوري تترا هيدرا. تمام، ايه الاختلاف؟ لو لاينير يبقى مفيش غيرها، يبقى الشيب بتاع المولوكيول لاينير، ها. لكن لو 3 هيكون ترتيب المولوكيولز، ترتيب الالكترون بيرز اللون والبوند هيكون ايه؟ بلينر تريانجل. بلينر مين؟ ها تريانجل، خلي بالك بلينر تريانجل. تمام، لكن لو كان هنا الثلاثه اللي حوالين السنتر اتوم دول، ها هم كلهم بوند بير، يبقى برضو الشيب بتاع المولوكيول بلينر تريانجل. لو 2، ها لو 2 بوند وواحده لون بير يبقى اسمها انجلر. طب لو السنتر حواليها 4، السنتر حواليها 4، ها يبقى ترتيب المولوكيول تترا هيدرا. تمام، لكن الشيب بتاع المولوكيول لو هم كلهم بوند بير يبقى برضو تترا هيدرا، ها لو هم اللي حواليها 3 بوند وواحده، ها وواحده لون بير، يعني ما دخلتش بوند، اسمها 3 بيس بيراميد، ها لو هم 2 بوند و2 ها لون بير ما دخلوش في البوندنج يبقى اسمها انجلر، فهمتني؟ خلي بالك من الكلام ده. يبقى انا مين اللي حدد لك الشيب؟ الفيسبر ثيربي. الشيب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين، الكترون بير سواء بوندد او فري، يعني ممكن نسميها بوندد بيرز اوف الكترونز، او هي اسمها لون بير اوف الكترون او فري بيرز اوف الكترونز، فهمتني؟ طيب حاجه ثانيه، نيجي حاجه ثانيه هنا.
مثلا سؤال بيقول لك عايز الستيريو ستراكشر اوف ذا مولكيول اللي بيحتوي على الكلام ده. بيقول لك ايه الستيريو ستراكشر؟ تو بيرز اوف الكترون وزيرو لون بير. يعني ايه؟ بص لي معايا. يعني هنا السنتر اتوم الايه هي فيها كام؟ تو بيرز، يبقى اكس 2. كام هنا؟ لون بير، مفيش اي. طب يبقى الشكل ده هيكون ايه؟ لاينير. فاهمني الكلام ده؟ الشكل بتاع المولكيول ما قالكش الارينج بتاعت البوند بير واللون بير، يبقى شكله لاينير. وبرده هنا وبرده الارينج برده هيكون لاينير. طب هنا تو بيرز اوف الكترون تو لون بير، يعني مثلا ادي السنتر ايه، تو بيرز يبقى اكس 2، لون بير يبقى اي 2. يبقى الشكل ده ايه؟ الارنجمنت هيكون تتر هيدر، لكن الشكل هيكون ايه؟ انجولار. فهمتني؟ واحده تاني، لو انت عندك هنا استنتج النمبر اوف بوند بير اند لون بير، استنتج عدد البوند بير واللون بير اند ارنجمنت اوف الكترون بيرز فور ذا مولكيول ويتش هاف ذا فولوينج ابريبيشن، يعني اختصارها ده، لو انت عندك اي اكس 4 يعني ايه؟ يبقى البوند بير هنا 4، اللون بير بزيرو. طب يبقى الشكل ده كله هو عايز ايه؟ عايز كمان بص انا عايز ايه؟ الارنجمنت، يبقى ده تتراهيدرال. طب هنا اي اكس 2 اي البوند بير ب 2 اللون بير ب 1 يبقى هنا حوالي 3. الارنجمنت هيكون ايه؟ بلينر ترانجل، بلينر ترانجل. لكن شكل المولكيول هيكون هنا ايه؟ ها؟ انجلر. فاهمني الكلام ده؟ وصلت؟ طب شكل المولكيول ده تتراهيدرون. لكن هو عايز الارنجمنت. هنا اللي شرح الكلام ده بيقول لك هنا ايه؟ فيسبر شرح ان الديفرنس في الانجل بتوين ذا بوند ان ذا كوفيلنت بوند، بيقول لك شرح كمان شرح الفرق في الانجل فاليو، يعني قيمه الانجل اللي بين البوندز. فمثلا اللون بيرز، اللون بيرز ده هو ركز معايا، اللون بير يعني ايه؟ يعني ازواج الالكترونات اللي ما دخلتش في تكوين البوند، ده بيتحكم في الفاليو اوف انجل، يعني اللي بيتحكم في قيمه الانجل بين البوندز اللي هو اللون بير بتاع المولكيول. لان اللون بير ده ها اللون بير از بوند تو ذا نيوكلاس، لان اللون بير ده مرتبط بيه بالنيوكلاس اوف ذا سنتر اتوم فروم وان سايد فروم وينتشر في السبيس. يبقى اذا المتحكم في الانجل بتاع بين البونز في المولكيول اللون بيرز. ليه؟ لان اللون بير ده مرتبط بالنيوكلاس، مرتبط بيه بالنيوكلاس من خلال ايه؟ من جهه معينه وينتشر فيها في السبيس. لكن البوند بير از بوندد فروم بوث سايدز to the bonded atoms. يعني ايه؟ يعني حظك البوند بير ده عباره عن بوندد بين اتنين اتوم، بين اتنين اتوم ها؟ يعني جنب في الاتوم ده وجنب في الاتوم ده، فاهمني الكلام ده؟ طيب يعني انت اللون بير ده عباره عن مرتبط بالنيوكلس بتاع السنتر ومنتشر في ايه؟ منتشر فين؟ في السبيس. هو المتحكم فين تاني؟ متحكم في الانجل. لكن البوند بير، البوند بير يعني الزوج الالكترونات اللي عمل بوند ده بين اتنين اتوم، فاهمني الكلام ده؟ يعني ليه بوث سايدز، يعني من جهتين، جهه السنتر اتوم والاتوم المرتبط بيها. ذا انكريز ذا نمبر اوف لون بير، زياده اللون بير اوف ذا سنتر اتوم ليد تي انكريز ذا ريبارشن فورس. يعني انت لما بيزود اللون بير اللي ما عملش بوندنج ها ده هيزيد الريبارشن فورس. لما يزيد الريبارشن فورس يبقى الانجل في الكوفيننت يحصلها بتقل. ازاي؟ ما واحد يقول طب لما بيزيد الريبارشن فورس المفروض الانجل ها تزيد. قلت له لا اسمع، لما يزيد الريبارشن فورس مش الريبارشن فورس هتزيد، فلما يزيد هيضغط على الشكل، فلما يضغط على الشكل هنا فيضغط على الشكل هنا يضغط على الشكل هنا، فبالتالي الانجل هتقل. خلي بالك من الحته دي، ويا ريت لما تشوفها مجسمه يبقى افضل. خلي بالك واحنا بنشوف المجسمات دي في الفصول بتاعتنا ان لما بيزيد هنا بيزيد، خلي بالك معها، لما بيزيد اللون بير النمبر اوف لون بير يحصل ايه؟ انكريز في الريبارشن فورس. فلما تزيد الريبارشن فورس ايه؟ الانجل بيقل. فطبعا لو انا عندي لون بير مع لون بير يعني في زوجين، يبقى الريبارشن فورس بتاعهم اكبر لما يكون لون بير مع البوند بير، هيكون اكبر من البوند بير ايه والبوند بير. يعني مين اكبر ريبارشن فورس؟ لما يكون لون بير مع لون بير، يعني الكترون زوج من الكترونات مع زوج من الكترونات ما اشتركوش في بوند، اكبر من لما يكون زوج من الكترونات مع البوند بير، زوج من الكترونات مع زوج من ايه عمل بوند، اكبر من لما يكون بوند مع بوند. فاهمني الكلام ده؟ طب الكلام ده هتلاقيه فين؟ The relationship between number of lone pair of electron in the molecule and the angle value between covalent bond في الميثان والأمونيا والووتر. يعني مثلا هنا في الميثان والأمونيا والووتر. It is clear that the number of lone pair in center atom of the molecule increase. يبقى repulsion force increase. يبقى يقلل الانجل. يعني مثلا ايه رأيك ادي الميثان السنتر هنا فيها lone pair؟ قول لي لا ما
ما فيهاش لومبر، الانجل كام هنا؟ 109. هنا هنا السنتر هنا فيها لومبر واحد، فالريبارشن فورس هنا بين اللومبر ده ها والبوند بير هتزيد، فدي لما الريبارشن فورس تزيد تروح دي ضغطه شويه والبوند تنزل شويه، فالانجل هنا هتقل بقت 107. طب هنا حضرتك في كام؟ 2 لومبيرز، ها يبقى الريبارشن فورس هتزيد اكتر فتضغط على البوند اكتر فبتقل كام؟ 105. فهمت الكلام ده؟ فهنا كل ما اللومبر بتزيد ها الريبارشن فورس بتزيد، يبقى الانجل بين البوند ال ديكريس، يعني في الميثان ده تترا هيدرال انجل 109، في الامونيا برضه تترا هيدرال، ما هو تترا هيدرال مش كده صح؟ الانجل كام؟ 107. في الووتر تترا هيدرال، يبقى الانجل هنا كام؟ 105. طبعا ده حاجه ثانيه، ملحوظه مهمه، الكربون دايوكسيد. ايه الكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد هنا CO2 مولوكيول، ده نون بولر. واحد يقول لي ازاي نون بولر؟ بيقول لك بالرغم ان في 2 بولر بوند، طبعا انت عارف ان الالكترو نيجاتيف بتاعت الاكسجين اكتر من الكربون، فالاكسجين اتراك زي الكتروف كيميكال بوند مش كده صح؟ فالمفروض ده بارشل نيجاتيف، ده بارشل نيجاتيف، ده بارشل بوزيتيف، يبقى ده هنقول بولر. هو خلي بالك الكربون دايوكسيد فيه 2 بولر كوفيلنت بوند، خلي بالك 2 بولر كوفيلنت بوند ها، لكن هو لاينير ها ستيريو ستراكشر، بيكوز لاينير ستيريو ستراكشر اوف ذا مولكيول، فلما هو لاينير ها فده يشد من هنا وده يشد من هنا، فبيحصل كانسلنج ها، يحصل له ايه؟ كانسل، يعني ايه؟ يلغي البولر افكت بتاعت البوند، فبيكون النت دايبول مومنت بيساوي كام هنا؟ زيرو. يعني عايز اقول لك ان الكربون دايوكسيد ده نون بولر مولكيول، خلي بالك من الكلمه دي، الكربون دايوكسيد عباره عن ايه؟ نون بولر مولكيول، خلي بالك نون بولر مولكيول، لكنه في بولر بوند، يعني دي بولر كوفيلنت بوند ودي بولر كوفيلنت بوند، لكن هو كله نون بولر مولكيول، خلي بالك من الجمله دي، الكربون دايوكسيد نون بولر مولكيول لكنه كونتين 2 بولر كوفيلنت بوند، بس هو عشان لاينير فده يشد من هنا وده يشد من هنا، فده تلغي دي. فهمتني؟ طيب نيجي حاجه ثانيه، البوند اللي هندرسها احنا في ثيروي خدناه، احنا بنعمل ايه كله ده؟ احنا بنشرح ازاي الكوفيلنت بوند بتتكون، كويس؟ خدنا نظريه اسمها ايه؟ اوكتت رول. الاوكتت رول بتشرح لي ازاي الكوفيلنت بوند بتتكون، بتتكون ازاي اوكتا اللي طلعها لويس وكوسل، سوري الاوكتت رول، الاوكتت رول دي اللي هي عباره عن اسمها الكترونيك فالنس ثيوري، ازاي بتشرح الكوفيلنت بوند؟ بتشرح الكوفيلنت بوند قال لك ايه؟ عشان انت تكون كوفيلنت بوند لازم الاتوم اخر شيل يوصل ل 8 اكسبت الهيدروجين ها والليثيوم والبريليوم عشان تكون كوفيلنت بوند. النظريه دي كان ليها عيوب، ايه عيوبها؟ ان اول عيب كان عباره عن ما قدرتش تشرح، قال لك ايه؟ كانت اكسبلين سام كومباوندز زي الفوسفورس بنتا كلورايد، فوسفورس از سراوند باي 10 الكترون، بورون ترايفلورايد، بورون سراوند باي 6 الكترون، صح كده؟ لكن وكمان ما شرحتش الستيري ستراكشر بتاع الملوكيول ولا انجبن بوند. فجات نظريه اسمها الفالنسي بوند ثير اللي هي اسمها في بي تي. تمام، الفي بي تي دي بتشرح ازاي الكوفيلنت بوند بتتكون، ازاي؟ ركز معايا. الفي بي تي بتشرح كوفيلنت بوند ان ذا مولكيول از ريزلت فروم، بتشرح ازاي الكوفيلنت بوند بتتكون عن طريق اوفرلاب. اوفرلاب يعني ايه؟ تداخل of some atomic orbital، some atomic orbital in the combined atom. يعني ايه in the combined atom؟ يعني بتشرح overlapping، يعني overlapping يعني تداخل some atomic orbital in the combined atom and the rest of atomic orbital didn't take part in the formation of the bond remains as they were in the free atom. مش فاهم حاجة، افهمك. الكوفيلنت بوند هتتكون ازاي حسب الفي بي تي اللي هي فالنسي بوند ثيرم. خلي بالك الاوكتت رول اسمها الكترونيك فالنسي ثيرم، خلي بالك الاوكتت رول اسمها الكترونيك فالنسي ثيرم لكن دي اسمها فالنسي بوند ثيرم. بتقول ايه الفي بي تي؟ بتقول ايه؟ انك انت عشان تكون كوفيلنت بوند هتعمل اوفرلاب. ما انا مش فاهم الكلام ده كله ازاي. انا عشان افهمك تعالى قبل ما نشرح دي، ايه رايك انا عايز اشرح الكوفيلنت بوند في الهيدروجين مولكيول، ماشي؟ الهيدروجين مولكيول، رمز الهيدروجين مولكيول H2. حلو، هناخد H مع H، ادي H، بص كده ادي H وادي H، حلو الكلام ده، ها دي الاتوميك نمبر بتاعها ب1 ودي ب1، مش كده صح؟ وزع ال1، وزع ال1 ده 1 يبقى اسمها 1s1، مش كده صح؟ وزع الهيدروجين الثاني يبقى 1s1، يبقى هنا ال1s فيها كام الكترون؟ 1، وال1s فيها كام الكترون؟ 1. انت هتكون ازاي الكوفيلنت بوند بين الهيدروجين والهيدروجين؟ ها؟ هناخد من الهيدروجين ده اتوميك اوربيتال، اتوميك ايه؟ اوربيتال، في سنجل الكترون، في ايه؟ سنجل الكترون، وهناخد من الاتوم دي اتوميك اوربيتال، ها؟ برضه في سنجل ايه؟ الكترون، تمام؟
ادي الاتوميك اوربيتال بتاع الهيدروجين الاولاني، وادي الاتوميك اوربيتال بتاع الهيدروجين الثاني، ها ده في سنجل الكترون ده في سنجل، هنحصل بينهم اوفرلاب. يعني ايه اوفرلاب؟ يبدا ده يتدخل مع ده، فلما يحصل اوفرلاب زي كده، فاهمني؟ اوفرلاب، ها اوفرلاب، هنا هتتكون كوفيلنت بوند. يبقى الفي بي تي بتقول لك ايه؟ انت عشان تكون كوفيلنت بوند تعمل اوفرلاب، يعني تداخل. تداخل ايه؟ هتاخد من الاتوم دي اتوم اوربيتال، وتاخد من الاتوم الثاني اتوم اوربيتال. الاتوم الاول الاتوم اوربيتال في الاتوم الاول فيها سنجل الكترون، والثاني الاتوم اوربيتال فيها سنجل الكترون، تعمل لهم اوفرلاب. يعني اوفرلاب يتداخلوا زي كده، يتداخلوا زي كده، ويكون هنا الكوفيلنت بوند. بص لي كده، ها تو هيدروجين اتوم، مش صح؟ ها كلوز تو ايتش اذر، اوفرلاب، يتداخلوا، ها هو اوكي بتوين 1 اس اوربيتال اللي فيه سنجل الكترون، ها ويز انذر اتوم، ها 1 اس اللي فيه سنجل الكترون، ولما يتداخل مع بعض هيكونوا مين؟ هيدروجين مولكيول اللي هو اتش 2، ده الفي بي تي. فهمت الكلام ده؟ يبقى انت عشان تكون الكوفيلنت بوند حسب نظريه الفي بي تي تعمل ايه؟ تيجي انت مش اي كوفيلنت بوند من اثنين اتوم، تكونها ازاي؟ هتاخد من الاتوم الاولانيه اتوم اوربيتال فيها سنجل الكترون، وتاخد من الاتوم الثانيه اتوم اوربيتال فيها سنجل الكترون، ويحصل بينهم ايه؟ اوفرلابنج. فالفي بي تي هتعتمد على اثنين كونسبت، اول كونسبت اوفرلاب. خلاص؟ سيبك من اسم الحاجه الثانيه هايبرايزد اوربيت، هناخدها بعد شويه. ها اوفرلاب، اول حاجه اوفرلاب اوربيتال كونسبت. ازاي؟ ها هنعمل ازاي اوفرلابنج؟ هناخد تو اتوم، ها كلوز تو فورم، يعني نقربهم من بعض عشان نكون كوفيلنت بوند. اول اتوم فيها اتوميك اوربيت فيها سنجل الكترون، ها يحصل لها تتداخل مع اتوم اتوميك اوربيت تاني فيها سنجل الكترون ويكون كوفيلنت بوند. اول اكزامبل فورميشن اوف هيدروجين مولكيول. طب ناخد اكزامبل ثاني، هيدروجين فلورايد. ها formation of hydrogen fluoride molecule according to concept of overlapping orbital. ازاي عايز اعمل اشرح ال HF حسب ال VBT؟ ازاي اشرح HF؟ H ها ال H كام؟ 1s1، ارسمه ادي ال 1s1، ها الفلورين ها ب 9، 1s2 2s2 2b5، ها 1s2 2s2 2b5 2b5 يبقى هنا 2 2 1. اسالك سؤال، قال لي اسال، ها انت هيحصل ادي عايز اعمل بوند بين الهيدروجين فلورين، هيحصل اوفرلاب بين مين؟ 1s بتاع الهيدروجين مع 2b زاد بتاع الفلورين، هل ينفع 1s مع 2b x؟ قلت له لا. هل ينفع 1s مع 2b y؟ قلت له لا. شرط تكوين الكوفيلنت بوند لازم بين اثنين اتوم، هذا هيدروجين فلورين، لازم تاخد من الاتوم الاولانيه اتوميك اوربيتال فيها سنجل الكترون، الاتوم الثانيه تاخد منها اتوميك اوربيتال سنجل الكترون، يعني ما ينفعش 2b x و 2b y لانهم مليانين ب 2 الكترون، يبقى تاخد 2b زاد. فيحصل اوفرلاب، ها بص 1s اوف هيدروجين مع ايه؟ ال 2b زاد اوف فلورين. بص ازاي؟ ادي ال 2 بي اكس ما يدخلش في الاوفرلابنج، ها ولا ال 2 بي ما يدخلش في الاوفرلابنج، لكن مين يدخل في الاوفرلابنج؟ ال 2 بي زد. بص ال 2 بي زد يدخل ازاي؟ يحصل اوفرلاب بين ال 1 اس اوف هاج مع ال 2 بي زد، ويكون هنا كوفيلنت بوند، وده السيمبل او رسمه الهيدروجين فلورايد مولكيول. فهمت الكلام ده؟ ده الفي بي تي. قلت له انت برافو عليك، يبقى انت شرحت كده الفي بي تي انك هتاخد 2 فلورين اتوم كام كلوز تو هيدروجين اتوم، ها 2 بي زد، هناخد من الهيدروجين 1s فيها 1 الكترون، وناخد من الفلورين 2 بي زد 1 الكترون، يحصل له اوفرلابنج ويكون هيدروجين فلورايد. قلت له برافو عليك. قلت له يا في بي تي انا عايزك تعمل حاجه، عايز تعمل ايه؟ قلت له عايزك تشرح لي الميثان، الميثان سي اتش 4. عايزك تشرح، خلي بالك من الكلام اللي هقوله، ها عايزك تشرح لي مين؟ الميثان. هتشرحه ازاي الميثان يا في بي تي؟ قال لي هتشرح الميثان ازاي؟ قال لي بص انا عايزك تشرح لي الميثان، تشرحه حسب نظريتك. بس قبل ما تشرح الميثان عايز اقول لك حاجه، انا خدت الميثان عملت له شويه اكسبيرمنت، ها الاكسبيرمنت طلعت لي ان الميثان الكربون اتوم اللي موجود الميثان رمزه سي اتش 4، ان الكربون اتوم ها هيتحد مع فور هيدروجين ويكونوا اربع كوفيلنت بوند ايكوال في اللينث اند سترينث. خلي بالك يا في بي تي، انت هتشرح لي الميثان حسب نظريتك. نظريتك بتقول ايه يا في بي تي؟ يا فالانس بوند سيروي، انت بتقول نظريه الفي بي تي انت عشان تكون كوفيلنت بوند هتاخد ايه بين اثنين اتوم، ستاخد اتوم اوربيتال من اتوم دي واتوم اوربيتال من اتوم دي، ويحصل لهم ايه؟ بس دي فيها سنجل، وده سنجل يحصل اوفرلابنج يكون ايه؟ الكوفيلنت. قلت له انت شرحت الهيدروجين صح، شرحت الاتش اف صح، قلت له عايز تشرح الميثان حسب نظريتك. بس قبل ما تشرح الميثان عايز اقول لك حاجه، ها انا خدت الميثان عملت له شويه اكسبيرمنت، ماشي. النتائج بتاعت التجارب طلعت ان الميثان هيكون أربعة كوفيلنت بوند ايكوال اللينث اند سترينث، يعني الكربون، بص الكربون في المثال ادي الكربون، ها الاتش مش هنا في اتش، ها وهنا في اتش، ها معلش الرسمه، ها اتش وهنا في اتش مش صح، وهنا في اتش
مش صح؟ الاربع كوفالنت بوند اللي هيكونهم الكربون مع الهيدروجين، الاربع دول ايكوال في اللينس اند السيلنس. كمان المولوكيول بتاع الميثان بيكون تترا هيدرال شيب، شكله تترا هيدرال. الانجل هيكون 1928. قلت له يا في بي تي انا عايز تشرح الكلام ده المثال بس بحيث النتائج دي تطلع صح. ليه صح؟ هقول لك ليه صح. لان دي طالعه نتيجه اكسبيرمنت، نتيجه مين؟ اكسبيرمنت، فلازم تطلع صح. طيب قال ماشي نشرح، تعال نشرح الكلام ده، تعال نشرح ونشوف هو الميثان رمزه ايه. سي اتش 4، مش في سي اتش 4؟ قلت له اه، يعني سي الكربون بكامل اتوميك نمبر ب 6. نمسك الكربون، ها 1s2 2s2 2b2. الكربون في الحاله دي ها هيكون ايه؟ هيكون إيه؟ مش ده كربون؟ يعني لو انت خدت 1s من هيدروجين، ركز معايا، 1s من هيدروجين وهنا 1s من هيدروجين، مش صح؟ هنا الكربون في الجراوند ستيت هيكون مع الهيدروجين كام؟ 2 كوفالنت بوند، يعني ادي 1s مع 1s، ركز اسمعي، مش ده هنا 1s مع 1s؟ ها هيحصل اوفرلاب بين ايه؟ بين 1s في هيدروجين مع 2bx، اوفرلاب 1s في هيدروجين مع 2bz، هنا كده الكربون في الحاله دي يكون 2 كوفالنت بوند. مش هو عشان يكون كوفالنت بوند يبقى ناخد اتوم فيها سنجل الكترون، ها ادي اتوم هنا فيها 2 سنجل الكترون 2 اوربتال هيكون مع الهيدروجين. يبقى كده الميثان الكربون هيكون مع هيدروجين كام كوفالنت بوند؟ 2. لكن انت جاي لي ان الميثان هيكون كام؟ 4 كوفالنت بوند. يبقى انت كده في بي تي فشلت. فاهمني؟ وصلت؟ قال لا ما فشلتش، انا ممكن احل لك المشكله دي. ايه المشكله؟ ان نعمل عمليه اكزيتيشن، هناخد الكترون من ال 2s نوديه لل 2b. 2s كام انا وهديه كام؟ لل 2b. هنعمل اكزيتيشن الكترون من 2s يروح لمين؟ لل 2b. لما نعمل اكزيتيشن الكترون من 2s يروح لل 2b، ركز بس معايا، مش 2s يروح لل 2b؟ حلو قوي. هيروح من 2s لل 2b، كده الكربون في الحاله دي، ها؟ الكربون في الحاله دي هيكون في كام اوربيتال؟ في اربع اوربيتال، مش كده صح؟ اربع اوربيتال، وكل واحد في سنجل، ممكن يكون 4 كوفيلنت بوندز مع الهيدروجين. ازاي؟ ادي هنا ادي 1s، وهنا فيها 1 الكترون، وهنا 1s 1 الكترون، وهنا 1s 1 الكترون، وهنا 1s 1 الكترون، مش صح؟ ادي واحد اوربيتال بتاع الهيدروجين، وادي واحد، مش هم اربع هيدروجين، وادي 1s وادي 1s. هيحصل ايه هنا؟ هيحصل ايه؟ اوفرلاب 1s بتاعت الهيدروجين with 2bx of carbon. سوري نغير دي كده. بص كده هيحصل هنا ايه؟ اوفرلاب 1s of hydrogen مع 2s وفيها carbon، ادي بوند. اوفرلاب 1s of hydrogen مع 2bx of carbon، ادي بوند تاني. اوفرلاب 1s of hydrogen مع 2by، ادي بوند. اوفرلاب 1s of hydrogen مع مين؟ 2bz. يبقى كده كونت كام بوند؟ ادي اربع كوفيلنت بوند. اربع كوفيلنت بوند. انت فاهمني كام ده؟ اربع كوفيلنت بوند. كده بحلت المشكله. بس في غلطه، ايه الغلطه؟ ان الاربع كوفيلنت بوند دول مش ايكوال في اللينس والسترينث، الثلاثه دول ايكوال، لكن الرابعه دي مش ايكوال، ليه؟ لان 2s less than 2b in energy. فبالتالي الرابعه مش ايكوال للثلاثه دول، يبقى كده برضو فشل. فهمت الكلام ده؟ يبقى انت هنا ادي اول حاجه، قلت يا في بي تي اشرح لي المثال، بس قبل ما تشرح المثال انا خدت المثال عملت له اكسبيرمنت، طلع لي الاكسبيرمنت ان المثال بيكون اربع كوفيلنت بوند ايكوال في اللينس والسترينث، والشيب بتاعه تترا هيدرال، ها؟ والانجل 109، حلو الكلام ده؟ قلت له طيب، قال لي هشرحها لك، ماشي. لقينا ان الكربون في الجراوند ستيت في كام؟ 2 اوربيتال فيها 2 سنجل الكترون. فلما يكون في 2 سنجل الكترون هيكون كام؟ 2 كوفيلنت بوند. مش كده صح؟ ده اللي هيكون 2 كوفيلنت بوند، لكن الميثان كربون الميثان بيكون كام؟ 4 كوفيلنت بوند. بس هنا هيكون كام؟ 2 كوفيلنت بوند. لكن انا عايز الكربون الميثان يكون 4 كوفيلنت. حل المشكله دي ازاي؟ ان الكربون اتوم في 4 سنجل الكترون، ازاي؟ ازاي هنعملها؟ هنعمل اكزيتيشن للالكترون من ال 2s نحولهم لل 2b. فكده الكربون في 4 امبيرد الكترون، في 4 هم، ها؟ يبقى في 4 اوربيتال كل واحد في سنجل الكترون، مش كده صح؟ لما يكون في 4 ها 4 اوربيتال في كل واحد سنجل الكترون، ممكن يكون 4 كوفيلنت بوند مع الهيدروجين. المفروض يكون 4 كوفيلنت، بس الاربع دول مش ايكوال في اللينس والسترينث. ليه؟ لان الثلاثه دول ايكوال. ليه الثلاثه دول ايكوال؟ لان 2x ال 2bx والواي والزد دول ايكوال في الانرجي، فالثلاثه دول ايكوال في اللينس والسترينث، لكن 2s اقل من 2b في الانرجي، فالبوند دي اضعف من الثلاثه دول، فكده فشل. يبقى هنا الفي بي تي ما قدرتش تشرح الاستراكشر بتاع الميثان، بس في ضوء مين؟ الاوفرلابنج. في ضوء الاوفرلابنج دوت ما قدرتش الفي بي تي تشرح ايه؟ ها تشرح
تشرح ده، تشرح الميثان، فدول اوفرلابنج. لذلك هنا لما جينا احنا قلنا الفي بي تي، يعني ايه الفي بي تي؟ الفالنس بوند سيري دي ليها تو كونسيبت، هنشرح المولوكيول عن طريق اوفرلابنج اوربيتال، لكن نفعت في الاتش اف ونفعت في الاتش 2، لكن لما جيت شرحت الفي بي تي عن طريق الاوفرلابنج على الميثان لقيناها فشلت. فهنستخدم الفي بي تي بس عن بطريقه ثانيه اسمها هايبرايزد اوربيتال، يعني اوربيتالات مهجنه كونسيبت. هايبرايزد اوربيتال. فبالتالي هنا الفي بي تي ما نفعتش تشرح، قال لك الميثان عن طريق الاوفرلابنج اوربيتال كونسيبت. فبندخل عن طريق مين؟ الهايبرايزد اوربيتال كونسيبت. في عمليه هتتم اسمها هايبريدايزيشن. هايبريدايزيشن. قبل ما ندخل في الهايبريدايزيشن، فهمني الكلام ده؟ عايز اقول لك حاجه، ها؟ يبقى احنا خدنا يعني في بي تي دي نظريه بتشرح ازاي الكوفلنت بوند بتتكون. بتكون ازاي؟ هنكونها بتشرح تكوين الكوفلنت بوند بين اثنين اتوم، هناخد من الاتوم دي او اتومك اوربيتال فيها سنجل، وناخد من الاتوم دي اتومك اوربيتال فيها سنجل، ونحصل لهم اوفرلابنج، هيكون الكوفلنت بوند. شرحت ال H2 وال HF. لما جيت نطبقها على الميثان عن طريق الاوفرلابنج بتوين اوربيتال، لقيناها ما نفعتش. ليه؟ لان الميثان هيطلع 4 كوفيلنت بوند ايكوال في اللينسول سترينث. لما شرحنا الفي بي تي عن طريق الاوفرلابنج طلعوا 3 ايكوال في اللينسول سترينث والرابعه مش ايكوال. فهمت الكلام دوت؟ طيب والحل طب هنعمل ايه؟ طبعا في الاول كاربو في الجراوند ستيت في الميثان يكون 2 كوفيلنت بوند عشان في 2 اوربيتال ايتش 1 كونتين سنجل الكترون. طب عشان نحل المشكله دي عملنا اكزايتيشن من 2s لل 2b. فكده الكربون ان اكزايت ستيت كونتين كام؟ 4 اوربيتالز ايتش 1 كونتين 1 الكترون. فهيكون ايه؟ هيكونوا 4 كوفيلنت بوند باي اوفرلابنج ايتش اوربيتال ويز 1s اوف هيدروجين. بس هيبقوا 3 منهم ايكوال في اللينسول سترينث والرابعه مش ايكوال. لكن هم لازم يكونوا 4 ايكوال في اللينسول سترينث. تمام؟ فما نفعتش الفي بي تي تشرح الميثان عن طريق مين؟ في ضوء مين؟ الاوفرلابنج اوربيتال. فدخلنا في عمليه اسمها هايبريدايزيشن. هايبريدايزيشن. ماشي؟ ده اول جزء.